كلام كده كأنه خبري من غير منطق. في عندنا ترامب الرجل المجنون. لا انا مش عارف الرجل ده بيعمل حاجات غريبة. بص على رأيكم الرجل ده بيخلق الواقع بالكلام. يعني هو عايز يقولك ايه، انا اعظم رئيس في تاريخ العالم، انا اللي خدمت. يعني هو بيقولك انا في عمل تويتر لك في 3.5 سنين انا عملت لسكاننا السود اكتر من اللي فعله جو بايدن اللي هو المنافس بتاعه اللي هيكون في الانتخابات اللي جاية في 43 سنة. ويعني بقى يتكلم في الموضوع ويقولك انا عملت الامريكان السود اكتر من اي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية باستثناء رئيس جمهوري يعني من نفس الحزب الجمهوري الراحل ابراهام لينكولن اللي هو حرر السود في ولايات الجنوب. يقولك والديمقراطيون عارفين ان انا اعظم رئيس في تاريخ امريكا فيما يتعلق بملف السود وكذلك الاخبار المزيفة. هو بيكره وسائل الاعلام، هو بيعتبر وسائل الاعلام يعني ضده. ولكنهم يرفضون يرفضون الكتابة عني وعن إنجازاتي والآخر. المشكلة إنه أمريكا على صفيح ساخن بالفعل، هذه واحدة من فترات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا. طبعا أنا مفيش ثورة يعني أقصد أصل هو يعني بصوا من الآخر كده عشان أقول لكم كلمتين بتوع العلوم السياسية بيتكلموا فيهم. أنت عندك بوليسي، بوليسي يعني سياسة، يعني مثلا إيه الثانوية العامة كذا 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 فالناس تحتاج كذا كذا فيغيروا حاجة في السنة. ده أنت كده غيرت بوليسي. وممكن تغير بوليتيشن، مظاهرات ضد الوزير الفلاني، وزير مش عارف إيه عمل إيه، وزير التوك توك ولا وزير أي حاجة يعني باستكناه أي حاجة، مظاهرات خرجنا كذا 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 مشوه، يبقى أنت هنا غيرت الوزير والبوليسي بتاعته. ما هو أنت مش الوزير يعني شكله مش عاجبك فلا أنت مشيته ومشيت مع البوليسي بتاعته، لا السياسة بتاعته، يبقى أنت مشيت البوليتيشن السياسي. في بقى حاجة تالتة انك تغير البوليتيكال ريجيم، انك تصور زي اللي احنا عملناه في 25 يناير كده ولا عملناه في 30 يونيو، انك بقى لا مش غير الدستور مع الحزب. انت في 25 حزب الوطن اتحل ودستور 71 اتحل ونفس الحال 30 يونيو ومشيت الرئيس ومش فهنا انت بقت المرة دي الاولاني ده عادة وانت ضد السياسة بنسميه احتجاج. لما بيبقى الموضوع ضد شخص واحد او كذا كذا بتقول ايه تمرد يعني اعلى شويه من احتجاج. لما الموضوع بيجي انت عايز تغير الرجيم كله هنا انت بتسميها ثوره. لو الموضوع بقى دخل في الدوله والجيش انقسم وميليشيات لا دي حرب اهليه. تمام، هم مش حرب اهليه ده بالتاكيد ومش ثوره، مش هيغيروا النظام كله، انما هم ما بين الاثنين دول، ما بين غيروا سياسات ترامب وان هما غيروا ترامب شخصيا. بس لان هو عارف ان في نوفمبر اللي جاي انتخابات فهو هيفضل يحتج بحيث انه استطلاعات الراي تقول او هو جه لهم اخبار تقول هم بقى الامريكان دي لهم دماغهم لكن ترامب مش هيكمل. بس خدوا بالكم ما هو الكل فعل رد فعل، ما هو في ترامب ده ليه انصار، ما هو حزب جمهوري ويمين محافظ وعنده انصاره من المسيحيين البروتستانت اللي عنده متشددين جدا فدول برضو هي يعني ايه هيتشددوا في الدفاع عنه. وخدوا بال حضراتكم الامريكان زي عندنا برضو عايز توصف التيار التاني باوصاف سلبيه، دول اللي بيدافعوا عن الشواذ، دول اللي عايزين المجتمع لوس مجتمع يعني منحل، دول هم اللي ما بيؤمنوش بالمسيحيه، دول هم اللي مش امريكان مش مسيحيين بجد ربنا غضبان عليهم. فنقعد ده يشتم في ده يقول لك ده اصلهم دول عنصريين، اصل دول هم بيكرهوا ما يعرفوش يعني القيم الامريكيه الحقيقيه. فتلاسن بالالفاظ والى اخره لغايه ما نوصل لنوفمبر اللي جاي هكون في انتخابات. ترامب فاز، انا اقول لكم حاجه، ترامب خبر سيء لمعظم دول العالم بس كويس لمصر. ليه بقى؟ دي قصه زي ممكن نتكلم فيها. لو فاز جو بايدن هو كويس لكتير من دول العالم بس مش كويس لمصر. انت بقى يعني احسبها او مره تانية يكون عندنا فرصه نقعد نتكلم في الموضوع ده في حلقه. انما احنا كده خلصنا ايه الموضوع. لا استنوا انا عندي البتاع اللي بيضحك ده. استنى في حاجات احنا كمان بناخد لطائف يعني كوميديا السوشيال ميديا فبناخد حاجات كده كوميديا او حاجات لطيفه يعني تستحق ان احنا ايه نتاملها. اعرضوا يا شباب. لا ليه مش جاهز معاكم؟ يا جوهري في ايه؟ مش من عندك؟ طيب خلاص ماشي. في كده نقاشات داخليه ما بيني وبين البتاع. المهم خلاص يبقى احنا نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هنتكلم عن الثانوية العامة وما يحدث في الثانوية العامة. وسيكون معنا ضيفان عزيزان، سيادة النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وسيادة الأستاذة غادة النوبي أدمن صفحة أبطال الثانوية العامة 2020. إيه بقى اللي هيحصل لل 653 ألف طالب وهنأمنهم إزاي وربنا بقى يستر عليهم
وعلينا، وان شاء الله تعدي على خير. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا.